وإلى الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الباحث والمفكر السوري الدكتور عبد الرزاق عيد. مرحبا بك دكتور، بداية كيف تقيم مسار مفاوضات جنيف 4؟ يعني هذا المسار هو استمرار لمسار منذ 5 سنوات قائم، لم يحدث أي تعديل أو أي طارئ على فحواه الأساسية، وبالتالي يعني هي إعادة ما بيقول كما يقال مقولة القول، يعني ما يقال في الأول يقال في الثاني، والثاني يقال في الثالث، والمهم هو كيف يمكن ترويض الثورة السورية عبر إنتاج معارضة قابلة لشروط التوقيع على اتفاق إزعاج، اتفاق هزيمة. هذا يبدو 5 سنوات، وهذا الكلام الحقيقة حكى وزير خارجية روسي منذ أول لقاء يعني مع الوفد السوري، أظن عندها كان المجلس الوطني، فقال لهم يعني هذه شروطها، وإذا مش موافقين تحملوا. فعلا وصل لهم 5 سنوات وهن النازين، رمي بطائراتهم وصواريخهم ودباباتهم إلى آخره، وكل سنة سنتين بدهم يعني يشوفوا النتائج، يتلمسوا النتائج وآثار نعم آثار هذا على أجساد الشعب السوري. طيب دكتور، إنه هل خنع هذا الشعب؟ هل نعم. هل أصبح قابلا للانصياع والخنوع والقبول بالاستسلام؟ طيب تفضل دكتور عبد الرزاق، أحد أعضاء وفد المعارضة إلى جنيف قال إن هناك قرارا دوليا بإزالة الأسد سياسيا، كيف ترى هذا الأمر وما مدى صحة هذا الكلام؟ يا سيدي يعني الموضوع هذا يعني هم يريدون خلال 5 سنين، نحن منذ السنة الأولى تقريبا أو أوائل 12 تقريبا في اسطنبول، وهذا الكلام الذي يقوله نفسه قلنا يا وزير اجتماع مصغر مع وزير خارجية البريطاني، انه يعني حل لا يعني حل وسطي تشكيل حكومة، وقلنا له قلت له انا يعني انه معه شعب عم بيموت 100 عشرات الالاف، مشان نحن هون نستوزر يعني حطون كم وزير عند ابن الاسد. فهذا الموضوع يعني لا اظن يعني كلام احيد وهو ولن يقبل بشار الاسد وآل الاسد ان يتنازلوا، وبالتالي يعني هذه اللعب بالصيغ انه يعني سياسيا لكن ليس دستوريا، وبس كلهم صارت يعني كل هذا لا. يعني المجتمع الدولي وروسيا وإيران وكل هؤلاء يوظفون طيب. أنفسهم. دكتور برأيك هل سيتمكن ديمستورا من جر وفد النظام؟ وبالتالي دكتور عبد الرزاق لماذا إذا نقطة هل تسمعني دكتور عبد الرزاق؟ لماذا تشن علينا هذه الحرب نعم. الدولية كلها ببساطة دكتور عبد الرزاق؟ مع أنه لو كان دكتور عبد الرزاق أريد أن أسألك، برأيك هل سيتمكن ديمستورا من جر وفد النظام في جنيف إلى مناقشة الانتقال السياسي؟ يعني الآن ليست المشكلة في صيغة الانتقال السياسي، وإنما الصيغة في مضمونه، والحلقة المركزية فيه هو هل يمكن أن يتحقق هذا الانتقال في ظل بقاء هذا الوحش الصغير هذا من الأسد أم لا. أعتقد أن الانتقال السياسي بالمحصلة قد يكون في شكل حكومة ائتلافية، وقد يكون بشكل أنه تمثيل للمعارضة وإعطاء لهذا كم تمثيل، هذه مش المشكلة. في كلام محدد، هل توافقون على بقاء بشار الأسد ولو سهل؟ والمسألة هنا مسألة رمزية وفيها رمزية عميقة، لو قبلنا ببقائه شرعيا نحن كأطراف ثورية، لو بقينا قبلنا ببقائه دقائق، فهذا يعني أننا
بصقنا على كل تاريخ الثورة وبصقنا على دماء ثوارنا. لا، هذه القضية المركزية يا أخي. ولذلك التلاعب بالصيغ والتلاعب بالألفاظ وإلى كل لا قيمة له. وأظن حتى هذه اللحظة بشار الأسد باقٍ بصيغ، والكل موظف نفسه لي يعني إعادة إنتاج ابن الأسد، إعادة تأهيله من جديد برضانا. يعني قبل كان بعد يعني يعتقد أنه حطموا رؤوسنا، وبالتالي الآن يعني يجب أن نقبل ما رفضناه خلال 5 سنوات، والتزم عشرات الملايين من البشر المؤجرين والمسجونين والقتلى وإلى آخره بثمن بخس. نعم، أشكرك كثيرا من باريس الباحث والمفكر السوري دكتور عبد الرزاق عيد.